عدنا مرة أخرى من للبث الهيبوكسيا دي مش عاوزة شر، ما هو في خلية تعيش بدون أكسجين. لو اتحرم البرين فور سكندز 4-5 ثواني من البلاد سبلاي تدخل في كوما. لو وقف البلاد سبلاي لفترة أطول بيحصل برين دامج. نسمع واحد وقف قلبه فترة طويلة في العملية وما قدروش يشغلوه بالسرعة الواجبة، باظ المخ، يبقى ده هايبوكسيا. نيجي هايبوغليسيميا، نقص جلوكوز. معلومة طريفة جدا، المصدر الوحيد، احنا فاضلنا دقائق يا أولاد، المصدر الوحيد للطاقة في البرين هو الجلوكوز. جلوكوز ده اتعلمها، هنقولها في محاضرات الميتابوليزم، is the only source of energy for the brain. يبقى لو نقص الجلوكوز يبقى مش هيشتغل برين، ادخل في غيبوبة، هايبوغليسيميك كوما، هايبوغليسيميك كوما. عشان كده ربنا عمل سبحان الله حاجة رائعة جدا. استخدام الجلوكوز يحتاج الانسولين، يعني عشان تحرق جلوكوز تاخد طاقة محتاج انسولين. الا المخ هو الوحيد اللي يستطيع استخدام الجلوكوز وحرقه الحصول على الطاقة بدون انسولين. فهمتها ليه بقى؟ لانه وراء الخلق خالق. عيان ما عندوش انسولين، عنده دايابيتس، كان في اول دقيقة مش عارف يستخدم الجلوكوز بالبرين، كان دخل في غيبوبة. فربنا حط البرين وحاجات تانية كإكسبشن، كل واحدة فيها تدل على أنه وراء الخلق خالق. إن البرين عشان ما يتعرضش للهايبوغليسيميا ربنا خليه يحرق الجلوكوز بدون إنسو. طبعا أمال إمتى يحصل لك هايبوغليسيميا؟ لو أنا مثلا ديك مثال مشهور جدا، خدت جرعة زائدة من إنسون، خدت إنسون وما كلتش وراه، عندي دايابيتس، خدت انسولين من بره كحقنه، انسولين شوت وما كلش، دخلت في هايبرجلايسيميك كوما، باظ البرين. اخطر من الهايبرجلايسيميك، من غيبوبه السكر. تصور غيبوبه نقص السكر اكثر خطوره اللي احنا بنعملها من غيبوبه زياده السكر اللي بسبب الاسيدوزيس هناك. نيجي هايبوكالسيميا، خدناها دي يا شباب، فاكرين قلنا ان مين اهم اين بيأثر في الاكسايتابيلتي في الجسم؟ الكالسيوم. وقلنا زي الارجوحه، لما الكالسيوم يقل الناحيه الثانيه تعلى، الاكسيتابيلتي تزيد. وفهمنا ليه؟ لما الكالسيوم يزيد الاكسيتابيلتي تقل، ماشيين بالعكس. ليه نقص الكالسيوم يزود الاكسيتابيلتي اللي هو المثال اللي قصادنا؟ لانك لما بتشيل الكالسيوم، الكالسيوم ده هو البادي جاردز على الفولتج جيتد صوديوم شانل. يبقى اذا لو شلت الكالسيوم يبقى دخول الصوديوم ميسور اكتر. وعارف ليه الكالسيوم هو اللي بيمنع الصوديوم؟ فكر فيه، الصوديوم نوع تشارجز يا اولاد بوزيتيف، والكالسيوم بوزيتيف، فبيعمل ريبالشن للصوديوم. شيل الكالسيوم دخل الصوديوم بسهوله، حصل ديبولاريزيشن، حصل اكسايتيشن. عشان كده بالعكس هنا الهايبوغليسيميا تزود الاكسايتابيلتي. انتقل النقطه الثانيه بقى، الثلاثه بتوع الاربعه بتوع الاكسوسير فلويد كلهم بحرف الاتش، اظن طريقه رائعه في الحفظ يا اولاد. هيدروجين اين، هايبوكسيا، هايبوغليسيميا، اند هايبوكالسيميا. يبقى اول واحده هيدروجين، والثلاثه التانيين حتى كلهم فيهم كلمه هايبو، هايبوكسيا، هايبوغليسيميا، هايبوكالسيميا. نيجي للدراجز، مش ضروري تقولهم كلهم لو انت عندك سؤال نظري، انت لو ام اس كيو تعرفهم كلهم. انا عاوز اخد حاجه دلوقتي اقرا الكلام ده وانبسطت منه، عاوز اقول لهم اعملوا لي ايه في البيت؟ فنجان قهوه، كافيين، او ثيوبرومين، ده المادة اللي موجودة في الشاي، خلوني كده بقى أكثر تنبها، يزود الترانسميشن. طب المثال الثاني، أنالجيزيك أو أنيثيتيك. أنالجيزيك كلمة من شقين، أن يعني لا، أو ألجيزيا يعني ألم، فأنالجيزيك يعني مضادات الألم، وأنيثيزيا مكتوبة خطأ يا شباب، ناقصة إس. الثيزيا اي اس تي اتش، وصلحوها معلش، قلت لكم الورقه كتبته في عجاله شويه، يعني احساس. ما لا يعلمه كثير من الاطباء ان الثيزيا يعني احساس، ومن هنا جاءت كلمه قلت لكم وعدتكم اعلمكم ترمينولوجي، انالثيزيا. انالثيزيا يعني لا احساس 100%. بقى يبقى الانالجيزيا بتضيع احساس الالم بس، انالجيزيا لا الم، انما انستيزيا لا احساس، جميع الاحساس 100% بينقصوا السينابتيك ترانسميشن. طب نيجي، ده مهم جدا في الام اس كيو، ده مهم جدا جدا.
استريكنين ده في شجر بناخد منه الاستريكنين ده، ده بيستخدموه استخدام لا قانوني في سباق الأحصنة في الهورس ريسينج. استريكنين في الهورس ريسينج بيستخدم. بيعمل ايه الاستريكنين ده؟ بيقلل انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر، يعني خد بالك بيقلل انهيبيشن، بيشيل انهيبيشن، وبالتالي الترانسميشن يحصل له ايه؟ يزيد. فبيستخدموه في سباق الأحصنة. لكن لو ثبت الحصان بقى طبعا اللي بيفوز بيعملوا زي بالظبط الاولمبياد، الحصان اللي فاز ياخدوا عينه بول، لو لقوا في البول ماده الاستريكنين يبقى لا ده فاز بسبب حاجه غير قانونيه، بان الحصان ده تم اعطائه ماده الاستريكنين. فالاستريكنين بيوقف الانهيبيشن فيزود الترانسميشن. ده ام اس كيو مهم جدا. نيجي اخر حاجه الديزيزز. عندي تو ديزيزز مهمين جدا والاثنين مميتين، التيتانس توكسايتس اللي هو عارف بناخد حقن تيتانس لما نتعور. الاول عاوز اقول لك في فقره المعلومات العامه حاجه صغيره وخفيفه، ان التيتانس يا شباب مش موجود غير في راث البهائم. يعني لو حضرتك اتعورت في البيت راث، فاهمين يعني؟ يعني براس. مفروض البيت مع الاعتذار مفهوش يعني مفيش داعي، مفيش غير حضرتك طبعا، خلاص. فاذا ليه تاخد حقن التيتانس؟ يبقى انت تشوف المكان اللي تعورت فيه، هل احتمل في الشارع في حاجه مشي فيه بهائم فيه روث ممكن ابقى الجرح تلوث، اخد الحقن. دي معلومه مهمه جدا. انما اتعور في البيت ما خدش حقن التيتانس. اظن فهمتها ليه، لان البيت مع الاعتذار ما فيهوش بهائم، دي ناس محترمه. بيعمل ايه التيتانس توكسويد ده؟ بيقلل الجابا. طب هي الجابا اللي هو انهيبيتري، فيحصل سباستيك باراليسيس، يعني العضله تبقى مشلوله وفي حاله تشنج. حتى الارش الباك ظهرك بيبقى ارش الباك، يعني انت نايم في السرير اقدر احط ايدي تحت ظهرك لان ظهرك عامل قوس. المانديبل بتاعك قافل جدا، يسموها حتى بيتر سمايل، يبقى زي ما تكون بتبتسم تسامه مر، والعضلات تتشنج وتقف وتموت. دي حقن تيتانس. نيجي البوتوليزم توكسيك، ده مرتبط بحب المعلومات العامه بالكاند فود، اللي هم الـ الاكل اللي هو محطوط في علب محفوظه. لو حصل تلوث بالبوتوليزم بالبوتوليزم توكسين ده بينقص الاستايكولين. الاستايكولين ده بيعمل ايه؟ بيشغل عضلات، فيحصل برضه باراليسيس، بس باراليسيس العضلات تبقى طريه فلاسيد باراليسيس. يبقى شايف الفرق؟ يبقى في التيتانس توكسويد العضلات بتبقى مشلوله ولكن متشنجه سباستيك، هنا مشلوله لان مفيش الاستايكولين اللي بيشغلها بس فلاسيد طريه. هنا الانسان تم استخدام البوتوليزم ده استخدام حسن جدا. عارف الستات اللي بتعمل بوتوكس في وشها يعني عشان تبان اكثر شبابا وشها اكثر نضاره، عاوزه تشل العضلات فتقل التجاعيد شويه في وشها، فبنديها جرعات صغيره جدا 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 محسوبه، عشان ما تسالنيش، جرعات صغيره محسوبه تريلاكس بس عضلات الفيس، فيبدو وشها كده رايق واكثر نضاره واكثر شبابا. الثلاثه دول يا شباب اسئله مش مهمه في الورق اللي بتصور عندك على الصفحه، الاستكنين مكتوبه خطا بالكي هي سي اتش، متصلحها هنا باخد بالك منها. تعال نقولهم تاني. يبقى دلوقتي الفاكتورز افكتنج سؤال نظري مهم، الكاركتر نظري مهم، البري سينابتيك مهم، ده الثالث، البوست سينابتيك واخدهم من الاخر مهم، اهم سؤال ميكانيزم السينابتيك ترانسميشن. يعني خدنا خمس اسئله في هذه المحاضره. في الفاكتورز افكتنج هتكتب الكومبوزيشن بتاع الاكسترا فلويد، وقلت لك بطريقه سهله 4 اتش الهيدروجين وثلاثه بحرف الاتش فيهم كلمه هايبو، هايبوكسيا، هايبوجلايسيميا، وهايبوكالسيميا. الدراجز خدنا على الاقل لو بتكتب نظري اكتب دول، الكافيين والثيوبرومين بيزودوا، انما الانالجيزيك يعني لا الم، انستيتيك لا احساس، بيقللوا ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. الاستريكنين بيقلل انهيبيشن بتاع الاحصنه فيزود الترانسميشن. نيجي الديزيزز، دول مهمين جدا في الام اس كيو لان الاثنين توكسينز دول مميتين. التيتانس توكسينز في فقر المعلومات العامه في روث البهائم، البوتوليزم في الحاجات زي الكان فود، وتحصل كمان شم نسيم الحاجات المملحه بقى ومخزنه في براميل. الفرق ده بيوقف الجابا الانهيبيتوري فيحصل باراليسيس، بس نوع الباراليسيس ايه؟ مشلوله بس ناشفه سباستيك. انما البوتوليزم
فلاسيد بالانس مشلوله بس لان ما فيش استالكين يحركها. استغلناها حاجه حلوه في ان احنا نستخدمها في الستات عشان نزود نضاره الفيس. في الاخير تقريبا اهو ساعه ونصف بالضبط اكشلي البث. اشكركم على حسن انصاتكم وحسن استماعكم وعلى وقتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. واعدكم مره اخرى، قلت فيما يعني خلق قضاء الله فيما يخص العبد الله، اذا ما حصلش حاجه يعني باذن الله تمنع، فيعني حاجه لا يعني باذن الله هكمل عادي خالص، هكمل لكم الكورس المجاني ده اللي ارجو ان معظم الناس تفاد منه، وايفن يمكن نعمل مراجعه مالتيبل تشويس. وقلنا من الشهر القادم باذن الله هنعمل ثلاثه، هندخل بسبيشال سنس مع الناس اللي هو هياخدوا اندوكراين وسي ان اس وسبيشال سنسز باذن الله. المحاضره القادمه يوم الاربعاء في نفس المواعيد هتبقى محاضره قيمه جدا في الاندوكراين. ولم يبقى الا الدعاء والتوفيق، وفقكم الله. Good luck يا شباب.